أما المسألة الثانية وهي مسألة الأكل والشرب وقت خطبة النكاح، فأولا نقرر أن خطبة النكاح سنة ليست بواجبة، خطبة النكاح سنة ليست بواجبة بخلاف خطبة الجمعة فإنها واجبة، ولا يختلف العلماء فإن خطبة النكاح سنة وليست بواجبة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذا الخبر متفق على صحته، ولم يتشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان التشهد واجبا لبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن التشهد ليس بواجب وإنما هو سنة وقت النكاح، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وقد جاء عند أهل السنن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. ثم يقرأ في آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذا سنة وليس بواجب لما تقدم من الحديث المتفق على صحته. وعلى هذا فمن أكل أو شرب أو تحدث في أثناء الخطبة فلا بأس به، ولا يؤثر على الخطبة ولا كراهية في هذا، ولا كراهية في هذا. ولكن لو أن الرجل ملك غير قال ملكتكها، قال ملكتها ما تشهد، لا بأس به، لا بأس بذلك ولا كراهية في هذا، لكن لو ترك ما هو الأفضل ترك ما هو الأولى. أما أن نقول مكروه ليس بمكروه، أن نقول عنه مكروه ليس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها بما معك من القرآن، وهذا خبر متفق على صحته.